هنعمل دلوقتي مع بعض بسكوت البرازق. مين مش بحب بسكوت البرازق؟ انا شخصيا بعشقه، بحبه جدا. والنهارده ان شاء الله هعمل لكم طريقه كده سهله، بس طبعا مش عشان سهله معناته انها يعني مش حلوه قوي، لا هي سهله وحلوه جدا جدا بوعدكم. انا عارفه ناس كتير بتنزل بتشتري بسكوت البرازق من بره، بس مش عايزه اقول لكم ان بجد لما بيتعمل في البيت بيبقى طعمه احلى كتير. تعالوا نشوف طريقه النهارده بتاعتنا بتتعمل ازاي ومقاديرها ايه. قبل ما نبتدي عايزه اقول لكم بس حاجه واحده، ان الوصفه دي بصراحه بتاعت مامتي وانا بقالي سنين بعملها. احنا كنا عايشين في كندا من زمان من وانا صغيره قوي، فما كانش في وقتها محلات عربي ان ننزل نشتري حاجتنا، فماما كانت تعمل لنا كل حاجه في البيت، ودي كانت من الحاجات اللي هي بتعملها. فلو جربتوها ما تنسوش تدعوا لماما. اول حاجه هنحتاج، عايزين هنا دقيق. الدقيق ده مهم جدا انه يبقى منخول، ده دقيق متعدد الاستخدامات. عليهم هنضيف سمنة بلدي. السمنة البلدي لازم تبقى طرية خلاص على درجة حرارة الأوضة، بس هناخد كل ده وهنخلطه مع بعض. عايزين نتأكد ان الدقيق كله تغلف بالسمنة وتشرب السمنة. ودلوقتي هنضيف السيرب بتاعنا. السيرب ده اللي هو الشربات العادي بتاعنا. ممكن على فكرة برضو لو حابين تستخدموا عسل، جربتها بالعسل برضو، العسل النحل بتطلع حلوة قوي. خلاص انا هوريكم دلوقتي القوام بتاعها، بقت جميلة جدا وطرية ما بتلزقش خالص، وده اللي احنا عايزينه. دلوقتي هنعمل ايه؟ المفروض نغطيها وندخلها التلاجة حوالي ربع ساعة تريح عبين ما نشتغل على المقادير التانية. فانا هعمل كده دلوقتي وارجع لكم على طول. طب انا هنا طلعت شوية مكونات تانيين. ده السمسم بتاعنا. انا السمسم لو تاخدوا بالكم محمصة، اوكي، تحميصة خفيفة جدا، يعني هتحطوه على النار وسريعا كده تدوه تحميصة. اول ما تبتدوا تشموا ريحته خلاص تطفوا النار. احنا مش عايزين نحمصه بزيادة عشان متنسوش ده لسه هيخش الفرن، فمش عايزينه يتحرق، اوكي. فاللون ده حلو جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد السمسم، وبعد ما نزلنا السمسم هنا عندي سكر ابيض هنحطه على السمسم. احنا بنعمل الخليط ده عشان السمسم يمسك على البسكوت، لان لو ما عملناش كده لما تيجوا تدخلوا السمسم الفرن بعد شوية هتلاقوه فك كله من البسكوتة ومش هيبقى حلو. وهنا عندنا الشربات، وزي ما قلت لكم ممكن برضو تستخدموا عسل، مفيش اي مشكلة. واخيرا عندنا شوية مية، مش هحطها كلها، هحط حبة واشوف هوريكم احنا عايزين ايه. هوريكم حالا، هحط سنة وبالمعلقة هنقلب عشان عايزين السمسم يمتص كل الحاجات اللي احنا حطيناها. وهنعرف ان جاهز ازاي اول ما تنزلوا ايديكم بالطريقة دي وايدكم تتغلف اهو، معناته انه جاهز نستخدمه. خلاص احنا كده طلعنا العجينة بتاعتنا من الثلاجة، ريحت كده 15 دقيقة. ممكن طبعا تسيبوها اكتر لو انتوا حابين، مش مشكلة. في بولة تانية هنروح منزلين شوية سكر، خميرة. الخميرة ده اوبشن، مش لازم، بس هي هتديها شوية هشاشين زيادة وقرمشة من بره. وعليهم شوية مية. هنقلب بقى كل ده كويس جدا، وبعد كده هنحطه على العجينة بتاعتنا. دلوقتي هضيفها على العجينة مراحل، يعني ثلاث مراحل كده، على ثلاث مراحل، مش هنحطهم كلهم مرة واحدة. هنحط شوية وبأيدينا هنقلب او هنعجن. هتلاقوها شوية طبعا بتلزق، بس هي بعد كده لازم تريح في التلاجة ساعة عشان الدقيق يمتص كل الحاجات دي ونعرف بعد كده نشتغل بيه. خلاص انا كده ضفت المية على ثلاث مراحل وقلبت كويس جدا بين كل مرحلة ومرحلة،
والعجينة بتبقى بالمنظر ده، بتبقى لينة قوي، بس لما تقعد الساعة في التلاجة هتتماسك وهنعرف نكورها. ودلوقتي هدخلها التلاجة وتقعد ساعة، بعد كده نكورها ووريكم الحاجات الحلوة اللي هنعملها مع بعض. ودي عجينتنا بعد ما طلعت من التلاجة، قعدت حوالي ساعة تماسكت والدقيق تشرب كل الحاجات اللي احنا حاطينها، ودلوقتي هنعرف نكورها. هقولكم انا عندي اول حاجة ايه بالظبط. هنا عندي صينية، صينية البسكوت العادية، حط عليها ورقة زبدة، مش هندهن ورقة الزبدة لا بزيت ولا سمنة ولا اي حاجة. بس نصيحة مني ليكم، عشان البسكوت بتاعنا ما يتحرقش من تحت بسرعة قبل ما يستوي، دايما استخدموا صينية فتحة فتحة في اللون. وطبعا لو في عندكم صواني الألمونيا دي هتبقى احسن واحسن للبسكوت ده، وعامة اي نوعية بسكوت تانية. هنا في طبق يستحسن تحطوا الحاجات دي في طبق يعني مسطح. عندي السمسم، خليط السمسم اللي احنا عملناه مع بعض فردته. وهنا عندنا حاجتين، تعرفين طبعا بسكوت البرازق عادة من تحت بيبقى عليه طبقة من طبقة الفستق، بس انا عارفة الفستق ممكن يبقى شوية غالي، ففي اوبشن لطيف قوي ممكن برضو تعملوه، تستخدموا فول السوداني. وعايز اقول لكم في ناس كمان بتحط عليه جل اخضر او الوان الطعام الاخضر ويدينا نفس لون الفستق، فدي حاجة ممكن تعملوها كده مش بتقولوش لحد. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. انا هنا عندي الايس كريم سكوبر، بحب استخدمها لحاجات كتير ومن ضمنها الوصفة دي. هناخد حبة من العجينة عشان اتأكد ان يعني حجم الكور تقريبا نفس الحجم، عشان كلهم على قد ما اقدر يعني ياخدوا نفس السوى. هاخد اكور واحدة كده احطها هنا، اجيب سكينة وهنقسم للنص، هاخد النص هكور. انا مش عايزاهم كبار قوي، يعني حجم المتوسط العادي بتاع البرازق بس. وبايدينا هنبطط بالطريقة دي، هنروح منزلين العجينة في السمسم اهو، وبعد كده هناخد الجزء اللي تحت ده وهننزله المكسرات بتوعنا. نشيل، احنا مش عايزين كتير، عايزين حبة بس، بحب اشيل الاحرف بس. وبعد كده هناخدها على الصينية وهنبططها بايدينا بالطريقة دي، نحاول نظبط شكلها على قد ما نقدر. خلاص احنا كده حطينا جزء من العجينة اللي احنا عملناها البسكوت، وطبعا انا مشغلة الفرن على 170. البسكوت ده مهم جدا انه يعني يبقى على درجة حرارة 170 مش 180، انا عارفة معظم البسكوت بيبقى على 180، بس ده بالذات محتاج يعني حرارة اقل شوية. هنسيبهم لغاية ما ياخدوا لون ذهبي من الاحرف، هيقعدوا حوالي 15 دقيقة، ممكن اكتر شوية اقل شوية، رقبوهم كويس جدا. ولو حابين بعد ما ياخدوا اللون الحلو من الجناب او الاحرف، ممكن لو عايزينهم اغمق شوية شغلوا الشواية من فوق عليهم، بس رقبوهم كويس جدا جدا عشان ما يتحرقوش منكم. وهو ده المنظر النهائي بتاع البسكوت بتاعنا. بصوا سهل قد ايه، بوعدكم طعمه فظيع، احلى من الحاجات اللي نشتريها من بره. فياريت تجربوا البسكوت ده، وطبعا لو جربتوه ما تنسوش تقولولي رأيكم فيه ايه. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ووصفة جديدة. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.